طيب علي، يمكن وانا بشكرك على يعني هذا الـ 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 الشرح الواضح ليه اللي بيحصل ما بين قطاع غزة من جهة وما بين الضفة ومحافظة جنين من جهة أخرى. يمكن عايز أتساءل أنا وإنت على الهواء أمام الناس، أمام المجتمع العربي والمجتمع الدولي، ما هي الذريعة الصهيونية لضرب رام الله وجنين؟ هم بيضربوا في غزة بذريعة إنه حماس متمركزة في غزة وأن القصف يأتي إلينا من غزة. إذن لماذا قصف وضرب رمال أو ضرب الضفة وضرب جنين؟ لأن هذا جزء رئيسي من المخطط الصهيوني عندما أقيمت دولة إسرائيل وأنشئت الحركة الصهيونية. هم هدفهم أولا وأخيرا تشريد هذا الشعب الفلسطيني، لذلك يستخدمون الضرب والقتل والمجازر وكل الأشكال والأساليب والإجراءات التي تتنافى وكافة الأعراف والقوانين الدولية. الاحتلال ليس بحاجة إلى مبرر، فهو الحكم وهو القاضي وهو القاتل وهو المجرم وهو السجان وهو السجن، وبالتالي الاحتلال يقول أن هنالك مجموعات مقاومة في مدينة جنين ومخيمها وعدد من المحافظات في الضفة الغربية. هذه المجموعات تهاجم قوات الاحتلال، معسكراته، جنوده، حواجزه، وتشتبك معهم، وهي تلاحق من تسميهم بالمطلوبين. الآن تقول أنه يوجد في مخيم جنين على سبيل المثال عدد كبير من المقاومين المتهمين بتنفيذ هجمات فدائية بحق الجنود والمعسكرات الاحتلالية والحواجز. هم عاجزون حتى اللحظة عن اعتقالهم والوصول إليهم رغم كل الحملات التي تنفذ. يعني تتذكر في تموز الماضي كان هنالك هجوم على مخيم ومدينة جنين، شارك به 1000 ضابط من النخبة والجنود، ولكنهم على مدار 48 ساعة لم يتمكنوا من الوصول لأي من المقاومين وانسحبوا يجرون أغيال الخيمة.